انا ما نتكلمش في الاحكام لان عندي وسائل قضائيه اللي نمشي لها اذا كان الحكم ما عجبنيش، ولكن انا ننتظر حكم عادل يبنى على الوقائع الحقيقيه وما دار في الجلسه. الى انه حسب ما هو موجود في الملف الامر يتعلق كما جاء على لسان زميله يتعلق بضرب وجروح عمديه بالسلاح الابيض كما اعترف احد المتهمين، ونحن نتمنى ان يكون الحكم يعني في مستوى الثقه وان يكون حكم وفق ما جاء في الملف للبراءه بطبيعه الحال لبقي المتهمين. مادام رم عندنا المتهمين اللي راهم اخوتي في ربعه انا نتمنى لهم يعني البراءه، يعني راهم خاطئين وراهي هذه قضيه يعني باينه، قضيه دفاع عن الشرف ماهيش قضيه واحده اخرى.